المستقبل الاستثمار ما بين دولتي مصر والسودان، عندما مثلا وجود مصر بالقرب من الاتحاد الأوروبي ووجودها في حوض البحر الأبيض المتوسط كان هو البوابة على الانفتاح على العالم. هذا الوجود الجغرافي لمصر جعلها أكثر تحضرا ومدنية مننا كشعب. هم أصحاب خبرة كبيرة جدا باعتبار أنه الوجود الأوروبي ووجود النهضة مثلا منذ حملة نابليون كان هنالك انتقال نحو الآلة والحد والتحديث. هذه البنية، هذا الأرضية الكبيرة في التعامل مع التكنولوجيا تجعل أيضا جاهزية البنية التحتية لجمهورية مصر العربية أيضا تتفوق علينا، دي مما يساعدها كثير في كل هذه المعطيات تجعل من التعاون مع مصر في أي من الملفات هو تعاون متى ما خضع لشروطنا. العلاقات الدولية دائما هي الغالب فيها المصلحة.